2 3 مين شاطر كتير وعم يدرس؟ مين؟ مين بيستاهل هلأ يروح على محل ألعاب مثل الفليب لاب ويلعب؟ مين؟ مين؟ أنا! هاي للكل! اليوم حاضرين وأخيرا مقلب لجورجو، صار زمان نحن ما عملنا مقالب فيه. جورجو عيد ميلاده بثمانية الشهر 8/8، يعني يمكن هو عم تشوفوا هذا الفيديو بيكون يوم عيد ميلاده، بس نحن فعليا قبل بكم يوم سو قررنا انه نعمل له هو مفاجاه كثير حلوه. نحن موصينا على كم غرض وهو جاي على باله. صار له فتره بابا بدي هي من امازون، وبابا بدي هي مدرف من وين، المهم حاولت لملم له الشغلات اللي بده اياهم وطلبت له اياهم من امازون، بس اليوم وصلوا كمان وصلوا وتخبوا. بس اليوم قررنا انه نعمل فيه مقلب، نروح نجيب له هدايا انه على اساس عيد ميلاده، يعني تمام شغلات بلا طعم. بس شو هدايا بلا طعم؟ يعني راح يفتح يتفاجئ انه شو هاد وشو هاد وشو هاد معه، وانه هن الهدايا هدول نحن كثير حبيناهم، وانه هدول له يعني كثير مفيدين. عرفتوا شو؟ فرايحين هلا نجهز لهيدا المقلب جورجو، هلا راح لاحقنا نروح سوا، بس رح نحاول نعمل هالقصص بدون ما ينتبه. وكمان شغلة انه نحن محضرين له مفاجأة بتشل. رح تشوفوا تفاصيلها معنا، يعني رح تشوفوها. فتخيلوا انه بس يفتح هالقصص اللي هيك بلا طعمة ويشوف شو هالهدايا وهيك، شو رح يفعله، شو رح يفكر، بعدها يعني. رح نعطيه هدية نظامية. تمام؟ اكيد. اوكي، بالمناسبة انه جورجو صار عمره رح يخلص 10 سنين، رح بلش 11. اوكي، اذا انتوا جوا القناة ما تنسوا لايك شير وسبسكرايب. اوكي يلا، رح ننطر جورجو ونروح سوا وما رح نحسسه بولا شيء. تمام؟ يلا هلا نقول له هيك للوقت. نزل البناية، نزل. يلا 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 بنشوفكم. باي باي. اوكي ليك، ليش هيك شكلنا؟ لقاي كثير بخوف، مقنعين كثير. ليك وصلنا على المحل، جورجو واقف هنيك عم بيدور على ليكون بيفتح شغلات. نلاقي اكثر شغلات دليله يعني ثقيله. ايه رح نجيب له اكثر شيء ما بينجاب. يعني شو الوان ولا زهار؟ ليك بس بدي اشوف جورجو عشان ما يحس. جوج شو عم تعمل؟ يلا اطلع انت هون شو بدك، نحن هنيك. اوكي بس عم نجيب كم غرة. هون في كثير قصص هيك، شيء اشياء صغيره يعني، فما بعرف شو بدنا نجيب له. لؤي مثلا عندك طامورة، طامورة على اساس هيك. اوكي رح نجيب هي مثلا. ايه دفتر بناتي هيك، دفتر ايه شغل بنات يعني ملون. يلي رح نعمله انه نجيب له اشياء كمان زهريه فنظبطها على الاخر. اوكي رح نجيب هي كمان شغله، انه رح نجيب له عن جد مشان عيد ميلاده بنفس الوقت نخلص، بس لازم نخلص بسرعه يعني هو بهداف القصه ونحن هون. اوكي ليكو كمان رح ناخذ له بالون من هدول رقم 10. تمام؟ هذا هيك شيء. ليكو جبت له هي كمان، ما بعرف شو هن، بس عم جيب كذا شغله. اوه هن بحبوا هدول، شو رايك اخذ لهم هدول كمان؟ اوكي وبما انه جورجو حابب هي فرح جيب له اياها. لؤي هي من هي بنحط فيها اكلات وبيضربوها الاولاد، عرفت؟ ليكو شفتي منها؟ اوكي ليكو جبنا هي كمان هابي فيرست داي. ليكو هيك احلى صح؟ هدول الفارات جبت لي وحده منه. هون كمان بحط عرض سيارات، هدول الصغار شوفوا. عملت جبت له سيارتين على اساس انه هو يلعب فيهم يدبر حاله، راح يطق له لجوجي. لقيت له كاسات هون كمان، كاسه انه على اساس هيك الامير والاميره. ليكو جورجيو ما انا شايفه. لو اي ليك شو شو؟ ملاقط غسيل. ايوه. هو مو بده من دمان. انا لقيت سيارات صغار جبت له سيارات. ايه تمام. اوه. هي طاقيه ليوم عيد ميلادها. اوكي. جبنا هدول الجلابونات وهدول الاغراض كلهم. اوكي ليكو لو اي رايح على السياره بسرعه، تركنا جوجي بالمحل لحاله. يلا باي. لاحقتك. شو عم تعمل شوبينج لحالك هون؟ شو جبت؟ كل هدول؟ بحتاجهم، شغلة بدي أعملها لكم. اوكي ليكو شو جبنا أنا وزوجي؟ أعطيتها مصاري. أعطيتها مصاري واقفة وناطرة رجالي قمت طلعت أعطيتها أقل حتى، يعني عرفت شو؟ لؤي اشتهينا لك أنا وزوجي هي. والله طيبة. عن جد. عم جبنا مصاصة اكس اكس لارج.
ليكو ليكو شكله ليكو بس فرجيني شكله كيف واسع بتمك؟ اذا انا بس حطها بتمي بحس يعني اكبر من تمي. هي على فكره اكس اكس لارج. بدي اخبركم شيء انه بعد كم يوم يعني 8/8 عيد ميلاد مين؟ انا. شو بيكون صار عمرك؟ على فكره بيكون صار عمره 10 سنين بس بالاسم يعني على دفتر العيله يعني على الهويه قانونيا صار عمره 10 سنين بس هون لسه عمره يعني تقريبا مثلا شيء 4 سنين صح؟ بالمخ ايه. مبسوطة حالك يا ماما؟ يعني عن جد انه واحد بيكبر. نزلي ايدك نزلي. ها عم بقول شفتوا الوراثة؟ شفتوا لمين طالع انه عقله هيك صغير؟ شفتوا؟ مام جوجي شو بدك هدايا هيك عيد ميلادك او هدية يعني؟ ماوس باد بيدامان ورحلة. شو مين رح شو بس بدك كل هدول بدك ياهم؟ ايه. لا بدك نقي شغلة وحدة. لا يا ماوس شو بدك ماوس؟ ماوس يمكن ما نقدر نجيب. اوكي ماوس باد كمان بلا هيدي ما في داعي لها. ايه وبدون هيك بتكون الاشخاص اللي عم تحتفل بعيد ميلادها لحالها. فمن الصبح قال بده يحط عيد ميلاد الليله مين لان اليوم بالليل عيد ميلاده. ماما قد ايه مبسوط بعيد ميلادها. عيد ميلاد الليله مين؟ عيد ميلاد الرمه كل الحلوين فيها بعيوننا. اوكي رح اخبركم بسرعه انه لؤي جورجو راح يغسلوا السياره فهن على وشك انه يوصلوا يعني خلصوا فقررت انا احط الهدايا هون تعون المقلب تمام ويدخل جورجو ونبلش المفاجاه تمام بس هي مقلب وبعدين رح نعطيه هدايا الحقيقيه. بس حابه اخبركم انه اليوم نحن عم نصور هو قبل بيوم من عيد ميلاده بس انتم عم بتشوفوا الفيديو بيوم عيد ميلاده فرح اقلكم انه بيوم عيد ميلاده كمان محضرين له مفاجاه بتشل يعني مو بس هدول الهدايا في هديه اسا كتير كبيره ما رح نعطيها اليوم فمحضرين حالكم يلا خلوني احطهم قبل ما يجي جورجو يعني رده فعله اكيد رح يقتلنا على الهدايا اللي جايبينها. معقول جايبين له زريعه وجايبين له فاره؟ اوكي ليك وهي هي الهديه الرئيسيه وهدول الهدايا اللي هو بده اياهم تمام بس نحن محضرين له هدول الهدايا كمان رح نحط له اياهم للمقلب. ليك وحطيت كاميرا هون الكاميرا بايدي مش عم صور ردة فعله عن قريب كيف رح يكون رح يطلعوا رح يقول واو كل هدول الهدايا لاني فايقة من الصبح وهي اول سنة بحس انه حاسس بعيد ميلاده انه هو قرب عيد ميلاده فقال الصبح انا اليوم لازم تدللوني لاني انا اليوم صباحية ليلة عيد ميلادي يعني عرفتوا انه نحن فقنا الصبح انه اليوم بالليل عيد ميلادي فلازم تدللوني. اوكي ليك وهدول هن الهدايا تمام شايفين هيدول كلهم مقلب ما فيهم ولا هدية حقيقية لإله. اوكي ليك ووصلوا وهلا بدي صور بهي تمام واحد من هلو. شو هدول كلهم اللي طلعينهم يبي شبك هابي بيرث Happy birthday! Happy birthday يا غالي! كل هدول إلك! كل هدول إلك! في ألماسة! شو حاسسة؟ في ألماسة! ألماسة؟ أكثر من ألماس جايبين لك! أحلى هدايا! أول شغلة رح نقول لك إنه نحن ما جايبين الشيء أنت بدك اياه مش جايبين لك اشياء اكثر يعني عرفت؟ قلت لك الماوس وقفوه من امازون تماما هو جورجو بده ماوس بس مش لانه الماوس ما وصلت يعني مو ما وصلت وقفت يعني الاوردر فجبنا لك اشياء ثانيه تمام؟ انا متحمس كثير لينبسط بهالهدايا انا عن جد متحمس انا كل شيء لما يجيني هدايا بعشق لما يجيني هدايا يلا بلش هي من احلى الهدايا هلا كثير حلوه هي هيك مثل هيك يعني بورتوكليه صغيره ودفتر مذكرات زهري شباب اوكي لا اذا بدك تشلف هيك الهدايا لا مذكرات زهري نيون زهري وهيدي هيك بتتسلى فيها هيك ما عجبينها جوز يه لا دقيقة عن جد إذا ما رح تحبون هيك مشان ما يعني مشان ما صور على القليلة ليه قديه تعب قديه تعب تماما كثير تعبنا فيهم حتى كثير حلوين واو حلوة تستخدمهم وقت اللي بدك تستخدمهم شو رأيك فيهم؟ حبيتها عن جد؟ يوووو كثير انبسطت شو خربانين كأنه؟ لا
ياهو هات لزبط لك ياهو. يا انا اسفه. طيب ما تفتح خلونا نكمل. واو هيدا هيدا هي من احلى الهدايا هي. هي طعمورة لتصمم فيها. لهيدا التصميد بابا. بنحطها بجيبنا ما عم ينبسط فيها. جوج لا عن جد اذا ما عم تنبسط فيها مشان ما بقى فيها يروهات وهيك. لا هدول بتحطهم بالمي وبيصيروا العاب يعني دويرات للمي. بتتحمم تلعب فيه شو بو؟ ما بعرف بابا كثير حلوين عن جد ما بعرف شو بو. بابا مامي ما عاجبينها. لا كلهم بس في شغلات احلى كمان احلى واحلى. ايه هلا استا في كل هدول جوج يعني كل هدول استا بدك تفتحهم عرفت كيف؟ واو كاسه. لا لك بس ليش الامير والافروز هي فرجيني ليش ليش فروز ليه دقيقه دقيقه بس ليه ما عجبتك؟ فروزن الاطفال ليش رح تبكي مام؟ طب هي شو فرجينا وهنا ما عم يشوفوا شو هدول ليك هدول الوان. طب شو ما عجبك الوان شبع انت؟ طب يلو اي بدك بدل ما نجيب الفروزن شو كل شيء صبياني. ها هي ليك هي الالعاب الحلوه هدول احلى العاب. مو انت بتحب السي اوكي لا دقيقه بس دقيقه انت كان طيب بجيت الحلوين ها بجيت الحلوين يعني بس بجيت الحلوين يعني هي بجيت الحلوين اه عن جد ليك طاموره جوج انت اذا مانك شايف شبا هيدي لحتى هيك ذكرى عندك بغرفتك بتحطها. هي مو انت بتحب النود عشب وهيك بس جبنا لك اياها مو طبيعي يعني عشب مو طبيعي مو طبيعي ابدا لانك انت شخص لا لك ولا لا 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 هدايا امبارح جبناهم مو بكره عيد ميلادك شبا مو انت بتحب الهدايا الكثيره فقررنا نجيب لك هدايا كثير. واو عشان ساعد ماما بالغسيل. لا دقيقه انت مو بتساعدني بالغسيل حبيت اجيب لك ملاقط لأن هذيك المرة جورجيو كان عم ينشر غسيل مع غسيل يوقع فقلنا خلص انه لازم ملاقط جديدة يعني البيدامان شبيه البيدامان ماما ما قدرنا نطلب لك البيدامان فجبنا لك بيدامان تاني وماو فرجينا يا شبيه البيدامان مو بيدامان نظامي بس شبيه ايه افتحها ايه شبه شوف شو حلوة هي من اروع الهدايا اللي فكرنا انه رح تنبسط هي بتركبها هي بتصير مثل البيدامان بس مو الاصلية عرفت؟ تشبه البيدامان ماما هلا هي الكتالوج تبعها اه انت عم تشلفون هيدا الكتالوج تبعها هلا نحن متعذبين وجايبين لك كل هدول الهدايا هلا هي فيها ديفكت رح نشوف بعدين الوضع تبعها بنشوف كيف شبه ما ضل في خلصوا حبيتهم مبروك شبه لا كفرني لا 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 ماما انت كبير هو اساس صار عمرك 10 سنين لا خلص اوكي ما تبكي ما تبكي رح اقول لك انه في قصه هديه خلص ما عجبوك الهدايا ما عجبوك لا في هديه نسيانه هي طاوره اكبر لابو الجوج كل هدايا كثير حلوة ليك هدول بس دقيقة بدي احب اقول لك شغلة انه هذا كان هلا لك كيف بيعملوا هذا؟ يو انا اسفة وحياة مو معقول هلا بيقولوا لي ليش عم بتبكي والله ما في انت كثير طب هي هديتك هي هديتك واحلى هدية لابو الجوج عرفت؟ بس انه ماما ما توقعت تبكي جوج ليش جايبين لك ملاقط غسيل شو ملاقط الغسيل بابا يعني ما عاجبينك ملاقط الغسيل احلى هديه بالسنه 2020 انا بقى انا السنه الجاي لبابا بدي اجيب له ملاقط غسيل انت مو طلبت ماوس وبيدامان جبنا لك ماوس ليك ليك الماوس اوكي وجبنا لك بيدامان ليك ها شبه يا ما بعرف ليش ما عاجبينك يعني فرجينا فرجينا واو هي للجيمنج جيمنج ماوس هي لابو الجوج اضحك لشوف لك اضحك ولا شو تمام قلبك قال يا ما مصدق تمام يلا حطها مشان نجربها بعدين هلا خلص
شخصوا الهدايا حلوين مبروكين بابا عن جد تقبرني حب اه مين بيحب يدك ليه ييه سندويشة سندويشة جبنة شو هاي؟ شو هاي؟ شو هاي ماوس باد هاي الماوس باد يلي جبناها لك ما اجملها واو كل هدول للمقلب وهدوليك الهدايا تمام طيب اذا حدا بيقول لك انه اسا عندك هديه شو بتعمل؟ شوفها اوكي بس بدك تغمض عيونك هلا اثنين ثلاثه تفضل احلى عيد ميلاد بحياتي بدك تحصل يلا بدي سؤال هلا هيك احلى عيد ميلاد بحياتي ليش كثير طيب؟ ايه ما تخيلت انه عن جد على فكره جورج كثير حساس يعني لدرجه بيخنق حاله ما بيبكي غير اذا كثير مخنوق يلا افتحها ترن 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 شو؟ حبيت ولا ما حبيت؟ شو؟ هي متخيل انت شو بتقدر تعمل فيها؟ هي شو؟ دكة! لك ابني! افتح لك هابي بيرثداي! افتح افتح شو؟ شو رأيك؟ حبيت؟ ما احلى ماشين جان؟ شو عن جد ما حلوة؟ انا حبيتك بس ليش ما حبيت الفارة اللي جبناها وما لقيت الغسيل؟ حبيت الهدية ولا لا؟ تمام هاد بوسة والله شو تجرب 40 ليكو شو كبير وشو حلو وليكو بيضرب ببعدها 24 متر للطلاء تفضل 24 متر؟ هون صار كله حمرة على فكرة هون ملك ملك يعني ما عجبوك هدول بس بدي افهم هاي ليك شو حلوة بتشرب فيها الحليب الصبح هاي مش دي هلا زدت طبعا جورجيا فايق من الصبح عم بحط غنية عيد ميلاد الليلة مين؟ محتفل محتفل من الصبح اوكي مامي ام سو سوري انه بكيناك هلا ما حدا يقلنا ليش بكيتوا ليش سو سوري عادي لاني والله يعني انا ما بعمل شيء لبكي بس بحب اعمل فيه مقلب جابوا لي ماوس هو حساس جابوا لي ماوس وعلى الطريق في بيدمان وجابوا لي ماوس باد وجابوا لي هيدي الرشاش فر وجبنا لك ماوس حقيقي ماوس ايه وجبنا لك تلوين هسه بقى تجيبوا لي كلب وجبنا لك بخجل اقول لك شو يعني ما بعرف ليش توت جبنا توت اوكي يا جماعه بس جورجيا تحسس كثير لاني هو ناطر يعني له تقريبا شهرين بيحسب على الكالندر قد ايه باقي لعيد ميلاده وكل يوم تبعت له نوتيفيكيشن انه قد ايه باقي لعيد ميلاده فبعد كل هاي النطره يجي هيك هدايا صحة ها اوكي يجي هيك هدايا فانصدم صدمه عمره فانتوا عم بتشوفوا هيدا الفيديو بيكون يوم عيد ميلاد جورجيو فاكتبوا له هابي بيرثداي جورجيو روحوا تابعوه على حسابه على الانستغرام لان مثل ما بتعرفوا عملنا له حساب جديد ورح ننزل الصور وشو عم نعمل وشو عم نساوي وهيك حبيت مام كثير بنحبها كثير هابي بيرثداي يا غالي وبنحبكم كلكم اذا انتوا شو على القناه ما تنسوا لايك شير سبسكرايب بنحبكم كثير باي تخيلي انت الك على 5 شهور سنه وعم تضلي تطلعي باقي 25 يوم لعيد ميلادي باقي اسبوع لعيد ميلادي باقي ايه 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 شو بيصير يعني اخر شيء بيجيني فارغ